نعم كانت فرصة جيدة وإيجابية عندما تكون هناك جلسة حوارية في هذه المدينة. مدينة غريان المدة الماضية كانت تحت احتلال العدوان، والآن تحررت بفضل قواها المدنيين والوطنيين، والآن هناك قوة وطنية وقوة تيار وطني ومدعومة من بلدية، من هذه البلدية وكذلك من جامعة غريان لمناقشة الوضع والمشهد السياسي الراهن. تناولت محاور هذه الجلسة الحوارية الأزمة في ليبيا، أسبابها، مشاكلها، ما هي السلبيات التي جعلتنا في هذه الأزمة، وما هي الحلول المقترحة. كان هناك حضور مميز من كثير من النخب السياسية والأكاديميين والمهتمين بالشأن السياسي في ليبيا، وكانت هناك وجهات نظر سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية، والكل تصب في كيفية دعم مؤسسات الدولة للخروج من هذه الأزمة. نحن في ليبيا نعيش في أزمة حقيقية، ولابد علينا أن تتكاتف الجهود أينما كانت هذه الجهود في ربوع ليبيا في كل التخصصات. لابد من دعم هذه المؤسسات الموجودة الآن في ليبيا كالسلطة التنفيذية، كذلك الضغط على السلطة التشريعية حتى يكون هناك توافق وتناغم بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية للخروج من الأزمة. لا أتوقع أنه الآن هناك حل في ليبيا إلا بتضافر الجهود القوى الوطنية في ليبيا أينما كانوا، والبحث عن حلول حقيقية لإنقاذ ليبيا ومستقبل ليبيا والأجيال المقبلة إن شاء الله. نعم، وبكل تأكيد هناك ستكون ضغوطات على الأطراف والمؤسسات التنفيذية والتشريعية لكذا للضغط عليها حتى يتم هناك إصلاح للسلطة التشريعية وحكومة الوفاق. نحن نريد حكومة حقيقية تخدم المواطن في ليبيا، وكذلك أن يكون هناك تناغم بين السلطات في ليبيا. وهنا من أحد توصيات هذه الجلسة أنها ستكون هناك جلسة حوارية أخرى لمناقشة الأزمة بأبعاد أكثر من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية وكذلك من ناحية الخدمية.